اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب عشان ما كانوا معانا الاربعه، فهروح احب احمد سعيد وكريم ثابت عشان نبقى غيرنا. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ كله تمام. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن. طبعا احمد ثابت وكريم سعيد، هنتكلم عن مباراه الاهلي وسان داونز وكيفيه الاستعداد لمباراه الاهلي والداخليه. الاهلي وسان داونز، في البدايه عايز اقول مبروك طبعا للنادي الاهلي النهارده الراعي الخامس. الاول كان اتصالات مصر وبنك ابو ظبي الاول وجي ال سي والمراسم، والنهارده شيل، خمس شركات راعيه ما شاء الله يعني. بس اللي عايز اقوله في البدايه قبل ما نتكلم على الفنيا على مباراه الاهلي وسان داونز، ان انا شايف بعض الاعلاميين في امبارح تحديدا يقول لك يوم اسود على الرياضه المصريه وحاطين اسم النادي الاهلي. طب انت حاطط يا عم اسم النادي، والنادي الاهلي اه تعادل على ملعبه بس لسه عنده فرصه ان هو يصعد، وفرصه كبيره. الاهلي لو كسب الاربع مباريات اللي جايه هيصعد اول، هيتصدر المجموعه، فانت ما تحطش كلمه الاهلي على عشان يعني بعض يعني الانديه بتتكلم على ان كل الانديه حصل لها لا الرياضه المصريه يعني، فانت بعض الانديه الثانيه برضه 4-0 كتير قوي بالنسبه لده ده سواد ده السواد كله بصراحه. بس ان انت تحط فيها النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يا جماعه بيلعب كاس العالم للانديه للسنه الثالثه على التوالي، بيشرف اسم مصر، كان لسه بيلعب ريال مدريد، بيلعب فلامينجو، اخد دوري ابطال افريقيا سنتين ورا بعض، على طول مشرف اسم مصر في جميع الالعاب وفي جميع الرياضات. الناس الحقيقه بعد مباراه اسوان كانت حاسه ان احنا والاداء في الشوط الثاني، ما احنا لسه كنت بتكلم انا وكريم في هذا الامر، بقول له احنا متضايقين او زعلانين وكل حاجه، بس احنا على الاقل في الشوط الثاني رجعنا مع فريق زي قوي زي سان داونز، وقدرت تجيب جونين، ما دي قوه شخصيه برضو يا احمد. طبعا قدرت تجيب جونين، وفي نفس الوقت قدرت تعمل شوط 45 دقيقه وانت ضايع منها 45 دقيقه اولانيه، ولكن الشوط الثاني انت مؤديه بشكل جيد، والارقام هتقول لنا هذا الكلام على ما اعتقد يعني. لو جبنا الارقام حتى هتلاقي النادي الاهلي يعني قدم مباراه جيده، بس انا شايف ان في مباراه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. طبعا طبعا تمام. في بعض الاوقات من الموسم اللي لازم ننور اللمبه كده، ان في بعض الاخطاء المعينه اللي لازم المتكرره اللي لازم نلفت النظر ليها عشان خاطر الفرقه في الفتره الجايه. اول حاجه احمد معلش، قيمه الفرصه طبعا. للمره المليون بنقول هذه الكلمه، قيمه الفرصه، ان انت لما تروح مع فريق زي سان داونز، انت احنا رحنا، تخيل انت بتلعب سان داونز صح، واحد من اهم واكبر الفرق في افريقيا، فرصه احمد عبد القادر، لا انت رحت باربع فرص تقريبا طول المباراه يعني، غير الجونين اللي انت جبتهم رحت باربع فرص صح. السيناريو يعتبر بيكرر، انت بتكرر بتضيع فرصه مهمه في اول ماتش يعني، الماتش اللي فات حسين الشحات، الماتش اللي قبل كده في ريال مدريد مثلا فرصه قفشه يعني، جميع اللاعبين مش شرط بالاسم بس دايما في كل المباريات بتضيع فرصه. بس انا شايف ان النقطه السلبيه اللي احنا لازم ننور عليها اللمبه، ان لازم بعض المباريات اقفل فيها الجيم بعد ما تقدم. صحيح، انا معاك في دي 100%. ليه؟ اللي اتفرج على مباراه فلامينجو البرازيلي ويتفرج على مباراه امبارح، احنا كنا متقدمين على فلامينجو لغايه الدقيقه 76، وامبارح برضو كنا متقدمين لغايه الدقيقه 80. اول ما اجيب جون لازم بعض الاوقات انزل ارتكاز ثالث او مساك ثالث، اقفل الجيم وارجع ورا على الاقل ارتكاز ثالث. ولازم بعض اللعيبه ايه يعني، برضو ده دور طبعا المدير الفني، ولازم بعض اللعيبه في نفس الوقت اقع، اخد فاول، اضيع في الوقت، امتص الحماس بتاع الفرقه، استحوذ على الكوره، اقف ورا. بعض الماتشات المهمه لازم اقفل فيها الجيب، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه اللي شايفها برضو نقطه يعني محتاجه برضو بعض التعديلات في الفتره الجايه عشان اللي جاي، نقطه الضغط العالي. ما ينفعش ان انا العب بعض المباريات بضغط ضغط ضغط، بتيجي اللعيبه بتقع مني في اخر ربع ساعه اللي بنشوفه في المباراه الاخيره. لا وهيؤثر بقى عليك كل 3 ايام مباراه دي، يبقى هيؤثر عليك لان انت كمان بتعمل روتيشن بس هتاثر عليك بدنيا. حتى ممكن بعض الناس تشوف بعض اللعيبه ده مش عارف مثلا مش مستواه، مش عشان خاطر في ارهاق بدني نتيجه الضغط العالي. فانت لازم بعض المباريات بالذات في مباراه افريقيا، مارسيل كولر محتاج في المباراه الجايه في افريقيا دي تحديدا، ان انا امتى اضغط عالي في اول 15 دقيقه وارجع. في بعض الماتشات يا كابتن اسلام لو خرجت منها 1-0 حلوه قوي، مش لازم ان انا العب كوره مش لازم ان انا العب كوره هجوميه وافتح الملعب وكده، فتح الجيم الزياده ده اللي نوعا ما انا شايف النقطه دي. لكن بصفه عامه المباراه انا شايفها طبعا عقدت لنا الدنيا شويه، بس لسه قدامنا الفرصه، لسه ما زال هناك فرصه يا كريم في المباريات القادمه، ولكن انت كلاعب صعبت الموضوع على نفسك بشكل كبير جدا كجهاز فني ولاعبين يعني. هي مش اول مره النادي الاهلي يخسر 5 نقاط في اول جولتين يعني، حصلت قبل كده وحصلت كتير، حتى السنه اللي فاتت حصلت بالخساره من سان داونز والتعادل مع الهلال، كانت معكوسه بقى
يعني خسرنا من صن داونز وتعادلنا مع الهلال في السوق. لكن الفرق خسرنا من صن داونز هنا, خسرنا من صن داونز هنا بالظبط كده. الفرق ان احنا السنه اللي فاتت نتائج المنافسين ساعدتنا بالظبط, يعني الهلال ما قدرش ان هو مثلا يكسب المريخ مثلا يعني, لكن المره دي هو كسب القطن خارج ملعبه, وبالتالي بيدي مؤشر ان مباراه العوده ما بين الهلال والقطن في السودان منتهيه, يعني 9 وصل للنقطه 9, نادي الهلال السوداني سيصل للنقطه 9, وبالتالي اشوف ان النادي الاهلي لغايه دلوقتي واحنا بنتكلم الموضوع في ايدنا, مصيرنا الاربع مباريات, مصيرنا بايدنا. كسبت الاربع مباريات بس تاهلت, لا ده انت بنسبه كبيره هتتاهل متصدر, يعني لان صن داونز والهلال هيخسروا بعض, هيخسروا بس على حسب ممكن صن داونز يكسب بالظبط. المباراه دي بقى خطيره جدا, ليه؟ في حال صن داونز والهلال في حاله لا قدر الله لا قدر الله اتعادلنا مع صن داونز في بريتوريا, ساعتها مصيرك مش في ايدك. صح. ليه بقى؟ ساعتها هيبقى لو نادي الهلال كسب صن داونز اقرب للصعود, هيبقى كده انت مطالب بان التعادل بتاعك مع صن داونز في بريتوريا يبقى على اقل تقدير 2-2. ليه؟ انك في اخر الست مباريات هتلاقي نفسك تساويت مع صن داونز في النقاط 11-11, هي دي الخطوره. طيب احنا عندنا مباراه صن داونز فعلا سبحان الله, يعني الشوط الاول شيء الشوط الثاني شيء, احنا عايزين ناكد على بعض النقاط اللي قلناها هنا فيما قبل المباراه, ان نادي صن داونز ما بيهاجمش غير من العمق, كل هجوم 90% من هجوم صن داونز من العمق. معانا صورتين بيوضحوا لنا رقمين خطيرين جدا من المباراه بصراحه, رقمين يعني لازم نقف عندهم كتير قوي يا كابتن اسلام, رقم خاص بالكرات العرضيه ورقم خاص ب التمريرات. يا ريت لو نستعرضهم عشان الارقام دي مهمه جدا لينا عشان مباراه العوده. كل الكلام اللي احنا هنقوله النهارده طبعا ان شاء الله مع الحلقه اللي قبل مباراه عوده صن داونز دي, مثلا صوره النادي الاهلي ارقامه على الشمال يا جماعه, ونادي صن داونز ارقامه على لا يعني 90 91 ده اهلي, 54 ده صن داونز. الكرات الطوليه اللي احنا لعبناها في المباراه دي 91 كره طوليه. نادي صن داونز لعب 54, بس خلي بالك نعم ده طبيعي ماشي. او منطقي تمام. ليه؟ لان صن داونز بيلعب خارج ارضه, ده النادي الاهلي بينفذ ايه تمام, بينفذ ايه الضغط العالي. كل ده انا مش مختلف عليه خالص, مش دي يعني مش دي المشكله اللي عندي, انا بس عايز اوصل لي رقم مهم وهو الباسنج اكيرسي بتاعنا واللونج باس برضو بورشز بتاعتنا. احنا بنتكلم النادي الاهلي عامل 91 تمريره طوليه في اسلوب لعب يفترض ان احنا عايزين نلعب على الاستحواذ اكتر. ودي الرقم الثاني برضو ده انا عايز اتكلم عليه, رقم خطير جدا, هو الباسنج اكيرسي نفسه في التلت الاخير اللي هو يا جماعه اخر حاجه تحت خالص, اخر حاجه تحت خالص. نبص كده على نسب تركيز كل فريق في التلت الاخير من الملعب, 58% للنادي الاهلي مقابل 65% لنادي صن داونز. دي ده رقم لو احنا جبناه من مباراه القطن, ويعني ومسؤول الكاف بصراحه عاملين شغل كويس جدا جدا جدا, مسؤولي الاتحاد الافريقي بيدونا احصائيات السنه دي من شركات كبيره جدا, وكل الارقام متاحه للجميع, يقدر الناس تقدر تاخدها فور فري. نادي صن داونز نسبه خطاه في الثلث الاخير عندك 35% فقط, فده يبين لك قد ايه الفريق فعلا عنده لعيبه كوره تركيز. طيب دي واحده من الارقام الخطيره للغايه, وهو رقم الكروسز. نبص على الرقم اللي في السطر قبل الاخير, وطبعا زي ما قلت النادي الاهلي على الشمال ونادي صن داونز على اليمين, 29 احنا عاملين 29 كره عرضيه, صن داونز 5, نادي صن داونز عامل 5 بس, 5 جاب منهم هدف وجاب واحده كانت خطيره جدا في نهايه الشوط الاول وبس. الخمسه كاجمالي يؤكد لنا ان ده مش اسلوب لعبه زي ما اتكلمنا احنا يا كابتن اسلام هنا في الحلقه اللي قبل المباراه, وقلنا ان نادي صن داونز هو له اسلوب واحد مع مكوينا, الراجل ده خلاص بيحاول يعمل برشلونه افريقيا وبينفذها بكل امانه, بينفذها مع صن داونز احلى من بيتسو موسيماني. اللي يشوف صن داونز بيتسو موسيماني ومحاولته لتطبيق التيكي تاكا قبل ما يجي الاهلي ويقارنها بمكوينا دلوقتي, انا في وجهه نظري مكوينا متفوق, لعبه احلى كتير وكمان بيقدر يعمل افشنسي واجاده اعلى,
حتى شفناها في مباراه القطن شفناها في مباراه الهلال وقدامنا بكل امان الفريق فعلا كورته حلوه وخطير. وطبعا واحنا كنا حذرنا انا وثابت من كاسيوس مالوله واتكلمنا على الولد ده وقلنا الولد ده خطير ولازم يتمسك كويس. وكل الامانه احنا يفترض انا اللي مزعلني ان احنا كان في حاجات كتير قدامنا كنا ممكن نتجاوزها بس احنا الشوط الاول ضيعنا 45 دقيقه. وجهه نظري الاعتماد ببلاي ميكر كان امر يعني فيه مخاطره كبيره جدا ان كان لازم نلعب واحد ثالث في نص الملعب وواضح الافشنس بتاعها في نهايه المباراه ان احنا خلاص احلى حاجه فينا الشخصيه اللي حضرتك قلتها من شويه اللي احنا ما شفناهاش في ماتش الهلال. احنا دخلنا الشوط الثاني واحنا مغلوبين 1-0 في خلال 25 دقيقه قدرنا نجيب هدفين وضيعنا ركله جزاء. دي شخصيه النادي الاهلي لما كنا بدنيا واقفين صح دي ما شفناهاش في ماتش الهلال. طيب مفروض بقى فعلا في نهايه المباراه كنا نلعب بحذر اكتر وكنا كمان قبل ما نامن بثالث في نص الملعب كنا نامن بثالث في الدفاع. ليه؟ عشان اي تحليل اداء بس خلي بالك الاصابات اللي حصلت طبعا اكيد اثرت بس كان ممكن حامد فتحي يعملها يعملها كان ممكن حامد فتحي يعملها كثالث خصوصا اللي هي كابتن اسلام انت قلت مثلا طب تشرح بتقول مثلا الكوره بتاعت الهدف الثاني بتاع ناي سان داونز غريبه بس هم مصرين لا لان هو من العمق صح العمق صح. نادي سان داونز يا جماعه ما عملش اي ستريتش للملعب 90 دقيقه ما فيش حد واقف على الخط. مكوينا قايل لكل اللعيبه بتاعته يا جماعه احنا بنخترق بالعمق بيحط اثنين واقفين بظهرهم للحارس بتاعك بيستلموا بظهرهم بيقعدوا يلفوا بيك واثنين جايين من الجناب بيلعبوا للداخل واحد ده جاي من خط الوسط عاملين لك كارثه ومصيبه في عمق الملعب ملخبطينك جدا واحنا بصراحه ما عرفناش حتى في الهدف الشوط الاول الحقيقه الشوط الاول ده كمان الشناوي بصراحه يعني بكل امانه الشناوي يا جماعه شال كوره والله ما تتشال صح ليه والله ما تتشال مش ممكن عكس المالوله ما تتشالش بس في الاخر احنا خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وطبعا النتيجه انا بشوفها نتيجه سلبيه محتاجين ان احنا فعلا بقى نقف ونشوف اللي جاي ايه اللي جاي ونحاول نصلح الاخطاء باذن الله. سريعا يا فارس تقول لنا برضو فرص صعود النادي الاهلي في دور المجموعات. هو بالنسبه للمباريات ناخد بس ترتيب مباريات الاهلي ومباراه الهلال ومباراه صن داونز. مباراه الاهلي ليه؟ الترتيب المباريات الجايه في الافريقي عشان تعرف الاهلي والهلال وصن داونز ترتيب لا 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 هو عايز يقول عايز اقول ترتيب الماتشات الجايه الثلاث فرق الثلاث فرق الجايه عشان نشوف فرص الاهلي يعني. تمام اول حاجه ماتشات الاهلي اللي جايه القطن الكاميروني في مصر ده بعد كده بعد كده هنلاعب صن داونز في جنوب افريقيا نعم بعد كده القطن الكاميروني في الكاميرون نعم بعد كده الهلال السوداني في مصر ادي دي الماتشات المتبقيه للاهلي اللي هم الاربع ماتشات اللي تحت بعض اوكي الهلال السوداني متبقي له ايه القطن وصن داونز القطن والاهلي بس هيلاعب القطن فين في السودان وصن داونز في السودان والاهلي في مصر اوكي صن داونز الجنوب افريقي متبقي له ايه متبقي له ماتش الاهلي في جنوب افريقيا والهلال في السودان والقطن في جنوب افريقيا تمام باذن الله لما نكسب هنحسب ان احنا باذن الله لازم طبعا النادي الاهلي يكسب القطن الكاميروني ان شاء الله باذن الله هنيجي نبص بعد كده بعد الفوز ايه اللي هيحصل هتبقى مباراه الاهلي وصن داونز اهم مباراه في المجموعه دي اول اهم إيه مباراه مباراه الاهلي وصن داونز في جنوب افريقيا صح. التعادل زي الخساره ازاي بقى تعادل الاهلي مع صن داونز او الخساره من صن داونز هيها انت لازم تكسب لازم ان شاء الله لازم انا شايف ان سكواد النادي الاهلي اتفرجت على كل مباريات الفرق احنا اعلى سكواد موجود في الفرق كلها بصراحه سكواد النادي الاهلي انت عندك في كل فرق واحد ثلاثة او اثنين كويسين في كل مركز مفيش فرقه في افريقيا زي النادي الاهلي في القائمه لكن لو ما استغلتش الدكه مش هيبان ان انت اقوى فريق تمام بس يعني صن داونز رغم القوه اللي الناس شايفاها بيها الا ان صن داونز عمرها ما تاخد افريقيا من وجهه نظري مش مين بيكسب يا سيدي صن داونز ما بتدافعش كويس والفريق اللي ما بيدافعش كويس عمره ما ياخد افريقيا وده معاك حاجات في الدرج معاك حاجات كتير قوي لازم تستغلها في الدرج صح يبقى كده انا اسف بس ما يعني احمد القندوسي ما لعبتوش ليه مثلا بس لسه اللي جاي ان شاء الله في الاربع مباريات الجايه ان شاء الله يعني باذن الله بس نتكلم بس على تحديدا على مباراه الاهلي وصن داونز النادي الاهلي باذن الله لو فاز على صن داونز هيبقى بنسبه كبيره بيتجه للصداره وبيريح الناس كلها طب حاله التعادل او الخساره لا قدر الله من صن داونز هيبقى النادي الاهلي محتاج ايه هنبص للمباراه الثانيه المهمه
مباراه الهلال وصن داونز. انت ليه عايز تكسب الصن داونز في جنوب افريقيا عشان كمان؟ عشان يروح يلعب ماتش جامد هناك. عشان عشان الهلال وصن داونز يلعبوا بعض، صن داونز ما يسيبش الماتش من الاخر للهلال السوداني. صحيح. ويتيح بالاهلي من دور المجموعه. برافو عليك. صح. ده الاساس بتاعنا. كلام صحيح. بالتالي مباراه الهلال وصن داونز اللي هي هتبقى يوم 17 مارس في السودان، الاهلي هيبقى محتاج فيها ايه؟ فوز صن داونز او تعادل الفريقين. او تعادل. برافو عليك. صح. مش هيبقى محتاج فوز الهلال، فوز الهلال السوداني ده ضد الاهلي خالص. لا، وخليك كمان عايز اضيف على كلامك حاجه مهمه جدا. حكمين ماتشين صن داونز والهلال يا كابتن اسلام في الجوله الرابعه والجوله الخامسه، من الصف الثاني، حكام الصف الثاني الافريقي مش الصف الاول. يعني احنا اللي حكم لنا ماتش الهلال وحكم لنا ماتش صن داونز حكام من الفئه الاولى، انما الجوله الرابعه والجوله الخامسه هيجي لنا حكم سنغالي مباراه صن داونز هناك في بريتوريا، حكم مش من المصنفين الاوائل، ومباراه القطن في جروه حكم كيني. فلازم ناخد بالنا جدا جدا. وبامانه مش عايز يعني ايه اتذكر كده مقوله كان قالها جوزيه اي زمان، يعني لما كان النادي الاهلي بيتاهل كل سنه للفاينل كان يقول لك احنا بنحس ان احنا مش يعني الناس مش عايزانا كل سنه في الفاينل، لان هو الاهلي اهلي 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 على طول، هو عايز يبين للعالم ان برضه يا جماعه في حاجه غير الاهلي، في انديه ثانيه. هي لو بصينا على ترتيب المجموعه، ترتيب المجموعات تحديدا، ترتيب المجموعه فالنادي الاهلي كده ان شاء الله باذن الله، لو لا قدر الله ما يعني ان شاء الله نكسب صن داونز مباراه الهلال وصن داونز، طبعا قدامنا ترتيب المجموعه اهو. صن داونز حاليا 7 نقاط، الهلال السوداني 6، النادي الاهلي نقطه، نادي القطن الكاميروني ولا نقطه. فبالتالي النادي الاهلي يا جماعه في المباراه اهم مباراتين متبقيين، طبعا كل المباريات مهمه ولازم تكسب المباراه، بس تحديدا المباراه اللي هيكون عليها الاسبوت مباراه الاهلي وصن داونز اللي هي في جنوب افريقيا، ومباراه صن داونز والهلال السوداني. مصلحه النادي الاهلي عشان يصعد باذن الله يعني الهلال السوداني ما يكسبش صن داونز او يتعادل. صح. حتى لو لا قدر الله اتغلبنا او تعادلنا حتى يعني بالنسبه لك التعادل زي الهزيمه قدام صن داونز من الاخر. لا، والنقطه اللي قالها كابتن اسلام دي مهمه، هقول لحضرتك فوزك كمان بيجبر صن داونز يروح يلعب مباراه الهلال بكل روح معنويه عاليه. في حاله التعادل يعني لو بصينا الهلال وصن داونز، طبعا يعني لو بصينا هنلاقي ان الاهلي محتاج يفوز على صن داونز، المحتاج فوز صن داونز على الهلال، او تعادل الفريقين مع فوز طبعا الفرق المواجهات المباشره. الاهلي هيبقى محتاج بعد كده مثلا يعني في حاله التعادل المواجهات المباشره، لو التعادل مع الهلال فانت محتاج تكسب الهلال 2-0 تمام، عشان الهلال كسبك 1-0 فانت هتحتاج تكسبه 2-0 زي ما كريم قال برضو بالنسبه لصن داونز. فانا شايف ان التعادل زي الخساره قدام صن داونز، والمباراه بالنسبه اللي هي مباراه الهلال وصن داونز تحديدا محتاج النادي الاهلي ان الهلال ما يكسبش باي شكل من الاشكال يعني. طيب عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كيف استطاع صن داونز ان يتعادل مع النادي الاهلي في المباراه السابقه، وهنتكلم عن الداخليه يعني نتكلم عن صن داونز. هنتكلم عن صن داونز اكثر في هذه المباراه، كيف استطاع صن داونز ان يتعادل مع النادي الاهلي في المباراه الاخيره. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف استطاع صن داونز ان يتعادل مع النادي الاهلي؟ عايز اعمل فلاش باك كابتن اسلام لنقطه كنا اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت، وحضرتك تفضلت مشكورا جيت عندنا هنا عند السكرين، واتكلمنا على نقطه الضغط العالي، وان الضغط العالي لازم نبقى احنا حذرين جدا فيه، بعيد عن الموضوع البدني كان بيتكلم عليه ثابت، لكن لازم نكون حذرين واحنا بنتعامل في الضغط العالي مع فريق زي صن داونز، لان كان احنا قدامنا تو اوبشنز لو انت قررت انك تضغط ضغط عالي. الضغط الاوبشن الاولاني انك تخطف الكوره بالظبط زي ما حصل في لعبه احمد عبد القادر، وحولت نفسك من الشق الدفاعي للشق الهجومي. الحاجه الثانيه ان انت لو ما قدرتش تاخد الكوره تعمل فاول مثلا. انا عايز نرسم بس نجيب الاسهم، ولو ممكن بس نرسم تشكيل الاهلي على، عشان انا ما عنديش الاكس والاوز هنا، ما عنديش على او بس نرسمها قدام شويه، يعني نحط صن داونز نص ملعبه ونحط تشكيل النادي الاهلي ضاغط عليه في الملعب بتاعه، ونشوف الفكره. اتكلم عن الفكره لغايه لما خلص. يعني ببساطه انا عايز لو ممكن بس نرسم الاكس والاوز، بس انا ما عنديش اكس او على السكرين، ان دفاع صن داونز يا كابتن اسلام وهو بيحضر الكوره هو ممكن يكون بيعمل لك مصياده، وده اللي حصل في الهدف الاول لنادي صن داونز. النادي الاهلي بيضغط على صن داونز في نص ملعبه بحوالي 5 أو 6 لاعبين كلهم ضاغطين قدام على الفريق، لو فريق صن داونز خرج بالكوره
هيتحط على طول في شكل واحد على واحد. لو ممكن بقى بس نجيب خلاص اوكي خلاص ممكن نجيب الحالات ونجيب بس انا عايز الهدف الاولاني لصن داونز الكوره من اولها ونشوف ازاي الفريق خرج من الضغط العالي للنادي ده ضغطنا لعبنا الاهلي مطبقين الضغط العالي من نص ملعب نادي صن داونز وفريق صن داونز هنا بيحاول على قد ما يقدر يسحب اكتر عدد من لعيبه الاهلي عشان يفضي التلت الاخير عندنا احنا ليه عشان يعمل مواقف واحد على واحد. ايه دي الفكره كان لازم يتقال لعيبه الاهلي طالما احنا بنطبق الكلام ده يا جماعه قدامنا حاجه من اتنين هتخطف الكوره زي ما عملت كوت عبد القادر الا لازم تعمل فاول احنا ولا عملنا دي ولا عملنا دي وبالتالي قدر صن داونز اهو نكمل بقى اللعبه ونشوف لما راحوا عند دي بتاعت عبد القادر دي بتاعت عبد القادر عملناها بشكل ممتاز جدا وأديت الشكل الايجابي للضغط وقدرنا ناخد الكوره لكن لما نشوف بقى اللعبه بتاعه الهدف بتاعهم هنلاقي ان هم لما وصلوا عند تلت ملعب النادي الاهلي بقوا 3 على 3 وانا مش مع الناس خالص اللي بتلوم على علي معلول اسف مش غلط علي معلول ان انت لما اتحطيت في موقف واحد معاك لعيب واحد الكوره ممكن تعدي منك خلاص انتهى اصلا مش الشكل الدفاعي ان انا احاسب لعيب واحد على واحد زي ما احنا ما بنحاسبش حراس المرمى في الانفرادات مفيش في الدنيا مدير فني بيحاسب مدير بيحاسب حارس مرمى في انفراد يقول خلاص انفراد المهاجم عنده فرصه رؤيه افضل دي كوره اعتقد دي كوره اللعبه اللي بيلعب عليها صن داونز دي اللعبه بتاعت صن داونز دي مع ثابت الشرح تمام اللعبه اللي كان بيلعب عليها صن داونز في المباراه هم كانوا طبعا يعني متوقعين النادي الاهلي مع مارسيل كولر بيعمل ضغط عالي وهم طبعا عايزين عندهم اصرار زي ما شفنا ان هم يحضروا من تحت فكانت اللعبه كلها ان هو حاطط بيتر شيلويل اللي هو المهاجم حطه في المساحه اللي في ظهر معلول وعلى فكره صن داونز كل ما يلعبنا كل سنه بيلعب على محمد هاني بيلعب لا على محمد هاني ماشي بس بيحط واحد ورا معلول أي. بيتر شيلويل الشوط الاول والشوط الثاني نزل مورينا تحديدا حتى مورينا ده جاب فينا جون السنه اللي فاتت أي. وجاب فينا جون السنه دي برضه بنفس اللعبه فتعال نبص هنا الكره اتلعبت لمتولي متولي خرج منها اتلعبت في ظهر متولي ومحمد هاني اتضربه هنا معلول طبعا بيتر شيلويل اللي هو وراه ده هو اللي الكره هتتلعب له اللي شاف كره الهدف الاول يفتكر ان ما شافهاش يفتكر ان دي الهدف الاول يعني دي نفس الهدف الاول بالظبط بس مش هي بس مش هي دي اللعبه اللي قبل الجون يعني دي اللعبه اللي قبل الجون الاول بتاع صن داونز في المساحه اللي في ظهر علي معلول ودي كانت جرس الانذار للنادي الاهلي في المباراه دي هات بقى لعبه الهدف برضه نفس اللعبه دي بقى لعبه الهدف بالظبط بص هنا احنا حاولنا نضغط ما خدناش الكوره نفس اللعبه كريم راحوا كام على كام بقى بص هنا اهو 2 على 2 واحد مع واحد واحد مع واحد مساحه صعب جدا يعني صعب بس احنا هنا المفروض 3 على 2 اهو بس هنا مشكله هنا معلول برضه طبعا هو من كتر الجري والضغط البدني فهو في العوده في الارتداد الدفاعي هو رميله بيتر شيلويل معلول هنا ركز مع الكوره ما ركزش مع المان اتلعبت في الجانب الاعمى لعلي معلول فطبعا هي مش غلطه معلول بس هي غلطه جماعيه للفريق كله اولا الظهر الجانب اليمين شايف ان معلول واقف صح 10 على 10 بس كان ممكن يلحقها لو قرب وممكن ما يلحقهاش كان على فكره توقف عليه هو بس لا مش متوقف بص انا لو باك رايت وواقف كده لازم اقف زي معلول بالظبط صح يعني لازم اقف كده بالظبط يعني بس يمكن اكون باصص يعني ناحيه جوه الملعب شويه يمكن عشان اخد العارضه القريبه عشان اخد بالظبط كده ابقى باصص جوه الملعب شويه لكن انا مش هقدر اعمل اكتر من الافشنسي والاجاده بتاعت الكروس نفسه ما الكروس حلو طبعا الكروس عالمي بس هي اللعبه والميه خدته وجريت خلي بالك الميه خدت الكوره قدام عليه وجريت صح دي اهم حاجه برضو اللعبه اللي لعبوا عليها ان انا بفضي المساحه لكاسيوس اللي هو في ظهر معلول والتاني بيتر شيلويل بيجري والمهاجم هو اللي زي ما قلنا كان بيجري لورا هنا ده الاختراق من العمق يا كريم اختراق من العمق احنا اتكلمنا عليه مع حضرتك كابتن اسامه المره اللي فاتت وجبنا لقطات كتيره من مباراتي الهلال والقط مش ممكن بجد والله مش ممكن بص الفريق موقف لك بص هو حتى بيطلب الكوره يعني بص اللعبه دي فعلا اكبر دليل على تاكتيك صن داونز مش ممكن الجراءه لاعب عنده 21 سنه نازل هنا قدام النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي وسط جمهور النادي الاهلي وبيقول له بيطلب الكوره من عمق الملعب ده بسبب ايه ده بسبب ان المقوينا مدير الفني في صن داونز هو سيستم واحد واحنا كل افريقيا عارفه وشايفه الفكره في حته انت حاول توقفني بكل امانه بيلعبوا 1 2 1 3 في عمق الملعب بكل جراءه بكل سلاسه وهم كمان لعيبه حريف لعيبه كره خماسيه اللي بيلعب خماسي يقدر يشوف اللعيبه تستلم تحت الضغط وهنا طبعا في المساحه اللي في ظهر معلول هو راميه
رامي بيتر ده فين؟ بيتر شيلول اللي هو المهاجم. بس مش عاملين يعني فاكر يا سيف مثلا يعني مباراتنا مع سان داونز في بريتوريا دايما كانوا بيعملوا ستريتش الملعب يعني بيقفل. لا لا ده كان واحد بيقف على الخط ده وواحد بيقف على الخط ده. لا الكره اتغيرت دلوقتي هم بالنسبه لهم حتى لما احنا جبنا وقلنا الظاهرين بيخشوا لجوه كفولس باك الكره بتاعتهم اتغيرت. هو ما عملش لا لان هو بدا ب 4 3 3 لانه لانه ما يقدرش يعمل كده هنا ممكن يعمل كده في بريتوريا ومع النادي الاهلي مش هيقدر يعمل كده لانه دي لو اتاخدت هتبقى فيها مساحات كبيره جدا. تعالى نتكلم بقى في ايجابيات شويه يعني نتكلم في ايجابيات الحمد لله. انا شايف ان في ثلاث لعيبه واحد من نجوم المباراه. هات بقى الاول الشناوي يا جماعه. هات لعبه الشناوي. الشناوي اسيست وانقاذ حول مجرى المباراه فده يستحق زي ما الناس بتنتقده لازم نشيد بالشناوي زي ما بعض الاوقات طبعًا. الناس بتيجي عليه طبعًا. النهارده الشناوي هو نجم الماتش نجم واحد من نجوم المباراه. لما واحد هات الصدى بتاعته ده الانفراد اهو بص الكره دي ده 6 7 يد ده عامل زي حارس كره اليد لما بيشيل الكره برجله اللي هي اللي الايد صراحه انا قلت جول دي كره جول 100% كمان واتشالت وبعدين اتبعت وصدها تاني ده كانت الدقيقه كام 57 يعني قول 58 كانت هتبقى 2-0 هتبقى 2-0 هنا دور الشناوي ساعه ما اتكلمنا وقلنا هيبقى ليه دور مهم في البيلد اب بتاع النادي الاهلي في تحضير الهجمه. محمد الشناوي من احسن الحراس في مصر اللي بتلعب الكره برجليها على فكره. هنا بص الشناوي بيعمل ايه اسيست لمين لحسين الشحات هو المخرج ما جابهاش بتاع المباراه بس دي الصوره اللي جت اللي هي حسين الشحات بص الاسيست جاي منين مش الشناوي ليه حسين الشحات في المساحه اللي في ظهر مورينا الباك اليمين بتاع سان داونز. فانت بتتكلم في حارس على طريقه ادرسون حارس مانشستر سيتي بيعمل اسيست وبيتصدى هنا هو اللي لعبها لحسين الشحات فده يستحق تقييم عالي واحد شايل الفرقه صحيح. وحول مجرى المباراه من 2-0 كانت هتبقى 2-1 للنادي الاهلي وهي فعلا بقت 2-1. الحاجه الثانيه صنع الجون الثاني للنادي الاهلي فمحمد الشناوي يستحق زي ما الناس بتنتقده في بعض الوقت لازم الناس تشيد بيه لازم طبعا. يديله حقه لانه طبعا. واحد لانه احسن حارس في مصر صحيح تمام صحيح. نكمل حسين الشحات برضو واحد من اللعيبه اللي تستحق التحيه في الاداء ويعتبر جناح الفتره الاخيره ممتاز. الفتره الاخيره حسين الشحات بصراحه بيقدم كل مباريات سواء يعني بيلعب كاساسي او حتى بينزل كبديل ممتاز جدا والكره حلوه عكس لا وعكس بصراحه ازاي الزاويه على الحارس كانت صعبه جدا مع ان الحارس بصراحه في الشوط الاول يعني اجاد في التصدي كرة عبد القادر حارس منتخب جنوب افريقيا ويليام كانت حلوه بصراحه منه لكن حسين عرف يتعامل معاه في الكره دي وكنا نتمنى يعني نحافظ على الهدف ده. تعالى نتكلم بقى على لعيب السوبر الثاني مروان عطيه. مروان عطيه هو اهم مكسب اهم مكسب في المباراه الاخيره. بص هنا مروان عطيه الكره دي يعني تعتبر لقطه المباراه غير زي انقاذ الشناوي لقطه المباراه برده لمروان عطيه والانقاذ ده. بص هنا الشناوي فين مروان عطيه فين في وسط الملعب الكره دي ارتدها ارجع بس كان اللي في صوره قبلها هنا برده الصوره هات الصوره اللي بعدها كده فتح سبرنت عشان فتح سبرنت عشان يلحق ده في التاكلينج. التاكلينج ده بص هو اصلا كان واقف بعيد خالص رجيرة وضغط وقدر ان هو يعمل تاكلينج. التاكلينج بتاعه كان تاكلينج ممتاز. هنا الصورة دي اللي هي منع هدف محقق كان في الدقيقة برضه 24 من عمر المباراة. مروان عطية عامل حوالي 9 تمريرات طولية في المباراة قدم مباراة ممتازة ممتازة هايل مكسب كبير جدا جدا لخط وسط ملعب النادي الأهلي والمنتخب مصر. يعني ثنائية حمدي فتحي ومروان عطية ومعاهم عمرو السولية تحديدا دول مكسب لمنتخب مصر وهيخش معاهم إمام عاشور بره هتبقى مع طارق حامد برضه. أنت عندك 5 لعيبة في منتخب مصر هيبقوا هايلين منهم 3 من النادي الأهلي صحيح. فالنادي الاهلي دايما لما بنقول هو يعني ولاد للمنتخب عموما يعني تعادلنا عملنا مباراه شوطها الثاني كنا فيها افضل بكتير من الشوط الاول لكن في النهايه انت حطيت نفسك في موقف ان انت لازم تكسب ال 12 نقطه اللي جايه بدون عشان ما نخشش في حزبه والكلام بقى اللي قالوا مش عارف مين يكسب ايه وليه نعمل ايه لكن في النهايه يجب ان يفوز النادي الاهلي في الاربع مباريات القادمه اذا اردنا الصعود بنفسنا دون النظر الى اي نتائج اخرى. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا كريم. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.